حجاج بيت الله الحرام راجعين من السعودية، يا رب إن شاء الله كل الحجاج تكون الحج بتاعتهم مقبولة ويبقى ذنوبهم كلها إن شاء الله ربنا غفرها. ونتمنى كل التوفيق للسلطات السعودية اللي هي بتقوم بكثير من المجهود الكبير، لأن تجمع الحج مفيش مثيل للتجمع ده، إنك أنت تبقى فيه 3 مليون ويمكن 3 مليون وشوية أو أكتر من كده، يبقى متجمعين في مكان واحد. مفيش تجمع زي ده في أي حتة في العالم بهذا الشكل، فأكيد مجهود بتقوم به السلطات السعودية غير طبيعي، وكل مدى وكل سنة بيعملوا تجديدات بشكل كبير. النهاردة يوم الجمعة، دايما بنحاول ان احنا يبقى فيه عندنا فقرة دينية، بنحاول ان احنا نتبحر كده في علم الله والقرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا ضيفي فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بفضل ونعمة. إن شاء الله يا رب تكون قضيت عيد سعيد يا رب. الحمد لله. طيب الحمد لله. ذبحت حضرتك ولا ذبحت الحمد السنة لله دي؟ يا رب العالمين. طيب. الله الله أعلم بقى. طيب الحمد لله. شيخنا، بعد إذنك، الناس راحت عملت حج، وربنا سبحانه وتعالى قال إن هو هيغفر الذنوب. نعم. تمام. No. ورجعوا من الحج. No. او راجعين ان شاء الله بالسلام. No. ازاي الحج ده او الحجة يعني يحاولوا ان هم يحافظوا على الحجة دي؟ No. ازاي؟ طيب، هو يعني هو اولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هو لفظ الحج أولا يطلق على الذكر والأنثى، يعني دايما في العبادة والطاعة لفظ التذكير تدخل فيه الأنثى. نعم. زي ربنا يقول من المؤمنين رجال صدقوا مع هم رجال ونساء. عظيم. ورجل مثلا ذكر الله قليلا وامرأة. فكلمة الحج هنا تطلق على الذكر والأنثى حتى لا نجد أنفسنا في استخدام الله. عظيم. الحج من أعظم العبادات التي شرعها الله عز وجل. نعم. وهذه عبادة مالية وبدنية، يعني الصلاة ربما لا تكلفني شيء. نعم. مع أن البعض يجتهد ويقول أن الصلاة هي استقطاع جزء من الوقت، كل هذه اجتهادات، لكن أنا ما بدفعش فلوس علشان أصلي، ولا بدفع فلوس علشان أصوم. نعم. ولا بدفع فلوس عشان أشهد أن لا إله إلا الله، والزكاة هي جزء من أموال أعطاني الله إياها، فربنا بيطهر بها المال. أما الحج فهو عبادة بدنية ومالية. نعم. ولذلك يعني فرضها الله عز وجل مرة في العمر. الحج يعتبر ذكرا لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ودربنا فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي نوى فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عظيم. يعني لابد أن تلتزم أثناء الحج، ما فيش جدال لا بحق ولا بغير حق، ما فيش رفث، ما فيش فسوق، ما فيش نفاق، ما فيش رياء، ما فيش أي شيء. فأنت تلتزم مع الله عز وجل وتحارب الشيطان وتجاهد الشيطان من بداية خروجك عندما قلت لبيك اللهم لبيك إلى أن تعود. عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بقى يذكرنا في العودة بقى. يقول ربنا عز وجل فإذا قضيتم مناسككم. نعم. فاذكروا الله. عايز يقول لك انت انتهيت من الحج، المسألة بقى مش انت خلاص بقى تتحلل من ملابس الإحرام، الحج التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، وحجت وطفت طواف الوداع بقى وخلاص وهتمشي تنسى بقى ما كنت فيه. لا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. بمعنى بقى بمعنى ايه؟ العرب في البداية كان أيام الحج عندما ينتهوا من الحج كانوا يجلسوا يتفاخروا بالأنساب. نعم. الواحد يقول له ده أنا كان والدي كذا وأبويا كذا، وأبويا كان أشجع العرب، وأبويا كان أكرم العرب، وأبويا مش عارف من قبيلة كذا، وأبويا من قبيلة كذا. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يلفت الأنظار أنك كنت في عبادة ربانية ترتدي زيا هو أشبه بالملائكة، زيا أبيضا لا مخيط فيه. فأنت هنا
أقرب من الله، توحد الله، تكبر الله، تسبح الله، تذكر الله، تلبي نداء الله عز وجل. عندما تنتهي لا تعود إلى الدنيا وإلى الأنساب، لأن الأنساب لا تقربك من الله عز وجل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملي يا فاطمة، يا عمي يا عباس، يا عمتي يا صفية، فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله فلن يرتفع به نسبه. يعني النسب مش هيقربك من الله عز وجل. فبدل ما تقعد تذكر قبلتك وتذكر الأفعال التي تتم، فمن باب أولى أن تذكر الله عز وجل. نعم. كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. وبعدها يقول إيه بقى؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا يقول من آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شيخ عبد العزيز، بدون قطع كلامك، احنا سنة 2011 ما بنرجعش نقول الانساب. نعم. يعني ما بيناش بنقول ايه. نعم. يعني يمكن ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا قاعدين مثلا، عشان بيجايين من هنا ومن هنا ومن بلاد. نعم. مختلفة. نعم. فبيجي ويجتمعوا ويقولوا بقى انا كنت زمان انا قريب كذا دلوقتي خلاص ما بقاش في ده. نعم. بقى في حاجات تانية ممكن تكون بيعملها الانسان المسلم او المسلمة. نعم. لما بترجع انها ترجع للفساد، ترجع للذنوب، ترجع لانها تنسى ان هي راحت حجة بيت الله الحرام، بترجع او بيرجعوا يقولوا خلاص انا بقى مسحت بقى الذنوب اللي فاتت دي، ابتدي بقى من الصفر زي ما حضرتك يعني. نعم. يعني مع احترامي لسيادتك. نعم. واللي انا بقوله انه يقول لك ايه يعني خلاص بقيت عربية عالزيرو دلوقتي، ابتدي. نعم. بقى ايه أنا عامل ذنوب صغيرة. هي أولا يعني على الذيرو فيها نقاط. ثانيا أن القرآن ثابت إلى يوم القيامة ومعطي. نعم. ولكن هي تختلف مش باختلاف الأنساب. نعم. لو حضرتك إن شاء الله ربنا يمن عليك وتروح تحج إن شاء الله، أمين يا رب، هتشوف بقى هناك الحج بيتحول مش ذكر للأنساب، لا، ذكر للشنط والهدايا والشوبينج والفلوس، وطول ما هم جايين في الطريق الشنط وخلي بالك والبتاع والطيران والواد فلان نسيت اجيب له فلان، يعني هي موجوده ولكن بصور اخرى يوم القيامه. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يريد منا الا ننشغل بهذه الامور الدنيويه، احنا لسه هناك لسه هنكمل. لا ننشغل بهذه الامور الدنيويه، وانما يجب الا ننشغل بالنعم عن ذكر المنعم، وانما ننشغل بذكر الله عز وجل عن هذه النعم التي اعطانا. نعم. الله اليها. نعم. طيب حته بقى المساله ان الانسان عاد صفر. نعم. هو عاد صفر من اشياء ولم يعد من اشياء. الاشياء التي عاد منها صفرا هي كل الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. يعني اذا امتثل لا رفث ولا فسوق ولا اي شيء عاد من ذنوبه كيوم ولدته. نعم. ولكن الحقوق التي هي للعباد لم تسقط. نعم. يعني إذا كان اغتصب أرضا لابد أن يعيدها، حج لا يكفرها. إذا كان اغتصب مالا، إذا كان أخذ ميراثا، إذا كان ظلم أحدا، إذا كان نلا من أحد من عرضه أو من شيء، عليه أن يعود. فيتخلص من هذه الحقوق، لأن الحج لا يغفر هذه الذنوب ولا يكفره. أما الحج فهو يغفر ويكفر الذنوب التي كانت بين العبد وربه، المعاصي التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. ولكن حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل إلا إذا عادت إلى أصحابها. دي واحدة. طب اتفضل كمل. اتفضل، عايز تقول ايه حضرتك؟ لا انا عايز هرجع للموضوع. نفسه وكمل بس. معانا تليفون تقريبا على الو. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا بيكي حضرتك، اتفضلي. ايوه صباح الخير. هستاذنك توطي التلفزيون بعد اذنك. كل سنه وحضرتك طيب استاذ اشرف وفضيله الشيخ. وانت طيبه يا اهلا بيكي يا فندم. السنه الجايه تكوني من الحجاج كده ان شاء الله، ان لم تكوني هذا العام. يا رب يخليك استاذ. كنت عايزه انتهز الفرصه ان حضرتك بتتكلموا عن الحج. انا حجيت السنه اللي فاتت وكان زحمه جدا، فكنت بشوف الناس بيقدروا يوصلوا للكعبه وبيقدروا يدخلوا في حجر سيدنا اسماعيل ويصلوا وبيقدروا يدخلوا عند مقام سيدنا ابراهيم. انا ما قدرتش وكان زحمه جدا. هل وجودهم ان هم دخلوا ولمسوا الكعبه وصلوا في الاماكن المقدسه دي وانا ما قدرتش، هل ربنا ميزهم عني في حاجه، ولا انا ناقصني حاجه في الحجه بتاعتي؟ كان نفسي قوي ان انا اعمل كده لكن ما قدرتش خالص. وطبعا حضرتك عارف ان احنا مش كل سنه ان انا اقدر احج تاني. فايه فضل ان الناس غيري دخلوا في الاماكن دي وانا ما قدرتش ادخل؟ استاذ الهام في سؤال تاني افندم؟ في عندك سؤال تاني؟ كنت عايزه اسال
برضو فضيلة الشيخ بالنسبة للسيدات لما بنروح هناك، طبعا المشكلة بتاعت السيدات والسيدة الحائض بالذات يعني بنضطر ناخد يبقى في حقن او في حبوب او كده، ففي ناس واحنا هناك كانوا بيقولوا لنا حرام وناس يقولوا لنا حلال، فانا برضو كنت احب اعرف النقطه دي بالظبط يعني. تمام، واضح يا فندم. استاذ الهام شكرا جزيلا ليك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا فندم. السؤال الاولاني، هل ممكن ان انا يعني هل حجتي ناقصه ان انا ما قدرتش اصلي في الامام، ان انا امسك الحجر الاسود اللي ممكن يكونوا بيضربوا بعض تقريبا في الحج عشان يوصلوا له، او يعني هو هناك دايما تجد عند الحجر وعند المقام نعم. وعند حجر إسماعيل زحام غير عادي نعم. أولا حجر إسماعيل يعتبر جزء من الكعبة، لا يجوز الطواف من داخل الحجر وإنما الطواف يكون من خارج الحجر نعم. فمن صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، ولكن هناك الضعاف من النساء والأطفال والشيوخ لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحجر ولا أن يصلوا إلى المقام ولا أن يصلوا إلى الحجر الأسود، فيكفي سيادتك حتى لو هم مش كبار في السن ممكن يكون كبار يعني شباب أساسا وبرضه مش قادر يوصل، ما مش هيقدر مش هيقدر. هو الحجر ياخد كام؟ ده ما ياخدش 50 واحد. تمام فأنت بتتكلم في 3 مليون أو 4 مليون. تمام، فهنا يكفي أولا هذا ليس من شروط الحج ولا من أركانه وإنما من الأمور المباحة، يعني أنه هو يصلي في الحجر مش من أركان الحج نعم. من السنة أن يصلي في مقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نعم. ولكن يجعل المقام بينه وبين البيت، يستطيع إن شاء الله يكون بينه وبين المقام مسافات كبيرة. وقال مولانا فضيلة الشيخ محمد مطول الشعراوي قال إذا اتصلت الصفوف حتى إذا وصلت إلى عدن فهو في الحرم نعم. فهي تستطيع أنها تصلي وتجعل المقام بينها وبين الباب البيت، ولكن كلما ابتعدت إلى أن تجد مكان وتصلي الركعتين، وهما من سنن الحج وليس من فرائض ولا أركان الحج. فهي حجها كونها لم تصلي في المقام أم لم تصلي في الحجر أم لم تلمس الحجر، فالحج صحيح كامل غير منقوص. عظيم. السؤال الثاني، المرأة في أثناء تأديتها الحج أو حتى العمرة ومشكلة مثلاً الخاصة نعم بالمرأة نعم الشهرية نعم أو يعني نعم يعني الناس قالوا لها أن ده حرام وده أو لا حلال. هو هناك أمرين نعم. الأمر الأول والرأي الأول أنه يجوز أنها تأخذ بعض الأشياء، وكان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نبات معين نعم. كان يؤخر الدورة الشهرية نعم، واخد بال حضرتك. لكن إذا كان هناك ضرر فالبديل بتاعه الحقن والحبوب والأمور اللي هي الكيماويات الحديثة، ده لا بأس أنها تحصل عليه وتؤدي الحج حتى تأمن نعم. أن يفوتها شيء من الفرائض. أما إذا حدث هذا وهي لم تحدث فعليها أن تفعل كل شيء وأن تتحفظ إلا الطواف نعم. فهي تؤخر الطواف إلى أن تنتهي وينقطع الدم، ثم بعد ذلك تتطهر وتطوف سواء كان طواف إفاضة أو طواف وداع. عظيم. فده جائز وده جائز. نرجع تاني بقى للناس اللي بتقول أنا رحت عملت عمرة فمسحت اللي فات، ورحت عملت حج فمسحت اللي فات، وابتدي من أول وجديد بقى إيه زنوب تاني. أخذ راحتي في الزنوب نعم. تقول لهم إيه حضرتك؟ أولا هذا فهم خاطئ للتعامل مع الله عز وجل، فالحج يعتبر يعني كأن الإنسان تصالح مع مولاه، لأن الإنسان عندما يتوب ويعود ويرجع إلى ربه ويذهب إلى البيت الحرام ويؤدي المناسك ويغفر له الذنوب تنادي الملائكة هنئوا فلان فإنه قد تصالح مع مولاه. نعم. فمن العيب أن أتصالح مع الله عز وجل وأن يغفر الله عز وجل لي الذنوب والآثام والمعاصي التي ربما لا يعرف معظمها إلا الله عز وجل، غفرها وسطرها ومحاها، بل أن الله عز وجل ربما أن يبدل السيئات حسنات كما في سورة الفرقان، ثم بعد ذلك أعود إلى المعاصي وإلى الذنوب التي كنت أفعلها، يعني أعود إلى الكذب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب، مش ممكن أبدا إنسان مؤمن ويكذب، هذه يعني من الخصال التي يجب، هي من باب أولى من يوم أن دخل في الإسلام أن لا يكذب نعم. لكن من باب أولى أنه عندما تراجع مع الله عز وجل أن ينتهي عن الكذب عن النفاق عن الرياء، إذا كان يعني لا يصلي أو يتكاسل عن الصلاة